اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا ديكورات شقة جديدة من شركة الشاهد. ده مدخل الشقة، طبعا الباب معمول مصفى. بسم الله ما شاء الله، ريسبشن ما شاء الله، مساحته واسعة، الشقة نفسها مساحتها واسعة. ربنا يسعدها لها ويبارك لهم يا رب. بتعمل ليفينج كده على شكل هاي القعدة العربي، وفي ركنة هنا برضو صالون حلو قوي. شوف ما شاء الله مساحة الريسبشن، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السفرة ما شاء الله برضو، أنا بحب ستايل السفرة دي قوي، اللي هو النشين اللي من الطرف ده ومن نص الأسوار اللي فوق المراية، ما بتاخدش مساحة وفي نفس الوقت شيك وفخم قوي. الريسبشن الأساس اتعمل بدرجات الكشمير، ودخل طبعا في الالوان الاوف وايت. ادخل اول غرفه، دي غرفه الاطفال، شيك قوي. بصوا ديكورات الجبسن بورد والوان الدهانات اللي اختاروها للجبسن بورد اغمق خالص من الحيطان، فطبعا عاطيلها على شكل حلو جدا. اتعمل هنا مرايه بالطول طبعا، نطلع للريسبشن تاني. كرة الجبسن بورد هنا برضو، النجف طبعا كلاسيك كريستال. القعدة العربي دي حلوة قوي، شو دي كرة المرايات اللي معمولة في الحيطة دي، عاطية وسع للمكان كمان، المرايات بتدي وسع، والمكان ما شاء الله واسع اصلا. ده مدخل الغرف والمطبخ، شوف المطبخ ما شاء الله، في فيديو جاي هنفرجه على المطبخ بس لوحده. الحمام طبعا، درجات البيج والبني والكافيهات في الديكورات كلها بتبقى اشيك الالوان، وبتدي للشقة شكل تاني خالص. يليها برضو الأبيض، برضو الديكورات بتاعته بتبقى حلوة، بس أنا عامة بفضل الكافيهات، وما بتبطلش أبدا بدرجاتها، سواء فاتح أو غامق أوف وايت، والدهانات كمان القطيفة بتاعتها بتبقى حلوة قوي، بس طبعا القطيفة للريسبشن. وبفضل الأوض تبقى مات أو نص مات. طبعا الألوان البني برضو للبيبان برضو مش بتبطل، أو البيجات بدرجاتها حسب بقى درجة اللون اللي بتختاريها. دي الغرفة التانية، الغرفة دي ماستر طبعا بالحمام، الحمام الصغير بتاع الغرفة. ما شاء الله الغرفة شيك قوي. دي الغرفة الثالثة، بصوا ألوان الديكورات كمان، الغرفة نفسها لونها الأبيض في اللون الرمادي ده حلو قوي. يعني كان يفضل ان الخلفية بتاعت السرير تاخد من درجات السرير من درجات الرمادي. بس برضو من عشان الديكور شيك قوي وحلو قوي. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس، وقولولنا اي اكتر حاجة عجبتكم في الشقة هنا، وهنشوفوا في الفيديو الجاي هفرجكم على المطبخ بتاعها بالتفصيل.